يا يلا حصل بس واحدة 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 زعلان ليه؟ لا زعلت اصلا ده من الناس شكلها ايه يعني احنا كلابة. طبعا اللي قدام حضراتكم ده الفيديو الاصلي لموقعة او لحادثة عامل النظافة المحترم الراجل اللي حقه علينا كلنا مع مدير مطعم محل الكشري اللي هو كشري التحرير. تمام، الحكاية وما فيها ان العامل ده دخل المحل زيه زي اي زبون قطع بون، وطبعا قطع البون ومعاه البون، فده دليل كافي جدا ان هو دفع فلوس. طبعا دفع 18 جنيه عند الكاشير واخد البون وراح على البسطة بتاعت او الطاولة اللي بيستلم المكان اللي بيستلم منه الاكل. فالراجل اللي جوه طرده ايا كان المدير عامل اللي واقف ايا كان الشخص اللي طرده قال له اطلع بره، نقاه كده من وسط الناس وقال له اطلع بره. النقطة اللي عايز اكد عليها برضو ان الراجل دفع فلوس يبقى زيه زي اي زبون. الراجل ده يا جماعة بعد ما حصل معاه كده الموقف طبعا اثر فيه نفسيا جدا جدا زي اي حد ما هيأثر فيه موقف زي ده. ليه يعني؟ ليه انا عشان لبسي ولا عشان شغلي؟ ده انا معلش في الكلمة انا اللي بشيل زبالتكم، وده كان على لسانه وطبعا معاه حق، لان المهنة دي اشرف كتير جدا من مهن ناس كتير جدا عايشين في وسطينا وبيمصوا في دمنا. ايه اللي حصل بس واحدة واحدة؟ واحدة واحدة زعلان ليه؟ لا انت ما زعلت اصلا ده من الناس شكلها وحش. قال لك ايه يعني؟ احنا كلابة. قال لك ايه؟ اطلع بره. ليه؟ مين قال لك اطلع بره؟ عشان اجيب لك العلبة. مين ده؟ ليه عشان ما بلاش؟ قال لهم الفلوس احسن. حصل خير، حصل خير بس. للأسف. لكن الراجل ده الكسرة اللي اتعرض لها والموقف اللي اتعرض له أثر كتير جدا عليه، وبعد كده بدأ ينفعل وقال الكلمتين اللي هو قالهم. قال ليه هو بيطردني؟ ليه بيعاملني كده؟ ليه ده أنا أخد فلوسي أحسن؟ هو بيعاملني كده عشان إحنا غلابة؟ هو فعلا إيه العنصرية اللي بقينا فيها دي؟ طبعا أنا مش بعمم، لكن المدير أو الشخص اللي اتصرف التصرف ده مع العامل الغلبان ده طلع مخطئ جدا واساء التصرف وخانوا التوفيق. وطبعا انا مش بدافع عنه ابدا ابدا، اولا انا ضد قطع العيش، لكن مثال زي ده لازم يتعاقب، لازم يتعاقب، لان ربنا اراد ان الموقف اللي حصل او الموقعة اللي حصلت ديت راجل محترم برضو بره من الناس اللي كانت واقفة وشهدت الحادثة وشهدت الواقعة، كان راكب عربيته فصور عامل النظافة بعد ما خرج من المطعم. انا سألته بتقول له اطلع بره ليه؟ عشان البدلة دي، البدلة دي شرف لأي حد. طبعا. هو قال لي ان انت بتاخد ببلاش، بس انا شايف معاك البون. طبعا. انت واخد الاكل بفلوس ولا ببلاش؟ لا طبعا بفلوس. هو ازاي يديني الحاجات دي وقعتها ب 18 جنيه البون؟ امال هو بيقول لك اطلع بره ليه؟ انا مش عارف بقى، اساله انت بقى. طيب انت بقى قول له الكلمه دي قدامي. يعني هو مثلا بيستعر من المجزي اللي انت لابسه؟ انت ده مشين زبالتهم، والله العظيم مشين زبالتهم. لكن انت دافع فلوس في ده؟ لا دافع. ادي الصلصه وادي الحاجات وادي كل حاجه وزي ما هي. دافع في فلوس يعني؟ ايوه دافع فلوس. الكلمه دي ما تزعلش منها، حقك علينا. لا لا لا، وانت لا لا لا. انت بتعمل عمل بتعمل في عمل محترم لا جدا. لا 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 لا. وهي مهنه شريفه زي اي مهنه في طبعا. البلد زي اي مهنه شريفه في البلد، مفيش حد المفترض يسخر منك. لا لا وما تزعلش. لا لا مش انت مصري شريف، المهم انك انت بتعمل بعرق جبينك. لا ولا زعلان. عايز اشوف ضحكتك بقى الجميله دي. وما تزعلش والله ما زعلان. كل كشري وحلي بقى. ولا زعلان ولا يا حبيبي. معلش هو تصرف سيء من مدير المطعم صح. بس ما تزعلش. لا صح كده، مش محترم. واقول لك الحاجه، كل ما اخش اشتري برضك يا رب يقول لي اخرج بره. يقول لك اخرج بره. يا ربنا يقصرها بقى ما يقولها تاني. ماشي اقسم لك بالله ربنا يقدرني عليه. لا ان شاء الله مش هيقول لك تاني. اصل احنا بني ادمين وكلتنا بشر، واي حد بيخش ياخد بفلوس. لا دي البدله دي شرف والله. لا خليك. شكرا. احنا طبعا عارفين ان الغلاء والظروف الاقتصاديه اللي فيها البلد بقت صعبه جدا، وهيبقى قد ايه راتب عامل النظافه علشان كل يوم ياكل كشري وجبه 18 جنيه؟ يعني اكيد الطبق ده هيبقى اكله طول اليوم، وجبته طول اليوم، مش هياكل غيرها. والراجل جمع الفلوس ودخل لك زيه زي اي زبون. لو هو متسول او ما عندوش عزه نفس كان دخل مدلك ايده، لكن ده داخل قاطع بون ودافع فلوس زيه زي اي زبون. انت لو مدير ناجح او لو شخص طبيعي على الاقل هتتصرف معاه
لو ما توصيتش بيه او عملت له خصم على الاقل عامله كويس قدام الناس، لانه زيه زيك زي احسن واحد في البلد. بالعكس الراجل ده ربنا يجزيه عننا كلنا خير، لان الناس دي بتشتغل في مهنة صعبة جدا جدا. فاللي حصل ده طبعا نرفز الراجل، وطبعا ما يقبلوش اي حد في الشعب المصري سواء كان صغير او كبير. ولما اتكلم مع الراجل قال له مش اول مرة يعملها معايا، وهو طبعا لو حط نفسك او حطي نفسك مكانه شوف ظروفك او نفسيتك هتبقى عاملة ازاي بعد موقف زي ده. طبعا ربنا مش بيعمل اي موقف كده والسلام، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهنا لازم كلنا ناخد العبرة من الموقف اللي حصل ده. طبعا الراجل ده حقه علينا كلنا، الراجل ده ناس كتير جدا اتصلت بيه وحاولت تتواصل معاه وقدمت له حاجات كتير جدا اقل من اللي يستاهلها، لان المهنة دي مش عايزين نختصرها في الشخص ده بس، في الاف موجودين في الشوارع كل يوم بيشتغلوا المهنة دي، ياريت ناخد بالنا منهم ونتوصى بيهم على قدر الامكان، لان الناس دي فعلا بتتعب جد وبتتعب نفسيا، وفي ناس في البلد بتتنمر عليهم، ناس بتأذيهم بالكلام. فالكلام لازم يبقى لنا دور نعاملهم كويس. الراجل ده من حكمة ربنا اراد ان هو يحصل له الموقف ده، وبعدين ربنا يرزقه بالراجل الجدع جدا اللي صوره فيديو في الحال وشيره والناس شافته، ومن هنا بقى جه عوض ربنا. طبعا اي حاجة هتحصل له او هتجيله مش هتعوضه عن الاحراج اللي تسبب له فيه المدير بتاع المطعم اللي اهانه وطرده، لكن ربنا بيعوض، عوض في حاجات كتير جدا، اولها حب الناس للفئة المحددة اللي متكلم عنها، عمال النظافة على دماغنا كلنا، اولا حب الناس لهم، تعاطف الناس معاهم، الخير اللي هيجيله بإذن الله واللي جاله، وناس كتير جدا عملت مبادرات واتصلوا بيه، ومن ضمنهم الفنان الجدع جدا ابن البلد الفنان أحمد العوضي اللي عزمه في محل شهير جدا، محل صبح كابر، واللي مشكور كمان محل صبح كابر عمل له أسبوع أكل فري يجي يختار اللي هو عايزه، وكمان ربنا عوض عليه بوظيفته الأساسية، مهنته أساسا سواق نقل تقيل. فالفنان احمد العوضي قال وهو معاه في المطعم ان خلاص الراجل ده مع احترامنا لمهنة الناس دي ومهنة عظيمة على دماغنا، الراجل ده هيرجع مهنته الاساسية اللي هي سواق نقل. فيمكن ربنا اراد بيه ده علشان يكرمه، علشان يرزقه، علشان يوسع رزقه ورزق اولاده، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا اللي حاصل بقى النية محلها القلب، وانت تصرفك ربنا اللي هيحاسبك عليه، سواء كان نفاق، كان رياء، كان من القلب، كان مخلص لله. فطبعا ناس كتير جدا قدمت مبادرات وساعدت الراجل ده، ربنا يجزيهم كلك طبعا خير، كل على حسب نيته. لكن اللي بدأت ألاحظه اليومين دول لما الموضوع بقى ترند وبقى موضوع كبر، فإن في محلات ملابس بدأت تتصل بيه تجيبه يتصور معاهم، احنا اديناه طقم هدية، احنا عملنا، احنا خلينا، استغلوا الموضوع في الدعاية، اخدوا حق يراد به باطل، يعني قال لك نركب الموجة، نركب الترند، نسوق لمحلاتنا. فعادي انت كنت تقدر تجيبه وتديله، والصدقة اللي في الخفاء طبعا مطلوبة جدا، على قد ما برضو المبادرة اللي بتتعمل قدام الناس علشان تجمع تعاطف الناس فغيرك يحتزي بيك ويعمل زيك، فدي الصدقة سواء كانت في الخفاء او في العلن كويسة، لكن النية محلها القلب. ربنا يرزقه يا رب، ويرزق كل اهلنا واخواتنا عمال النظافة حقهم على دماغنا، وحق الراجل الجميل الجدع ده على دماغنا، واحنا بنتأسف له جدا، والشعب كله متعاطف معاك. وبالنسبة لمدير المطعم او الشخص اللي قاله كده، ياريت تقعد مع نفسك تراجع نفسك. طبعا اتمنى لو بقى فيه مبادرة جميلة منك تصالح فيها او تصلح فيها خطأك وتعتذر له، اعمل له فيديو اعتذر له فيه، خليه يسامحك من قلبه، لان هو الوحيد لما انت اهنته اللي قادر ان هو يسامحك، فعلشان كده ما تاخدش الذنب او دع الناس اللي دعت عليك. فياريت لو وصلك الفيديو تحاول تروح للراجل ده تعتذر له، خليه يسامحك،
لان دي حاجه جميله جدا. التسامح شيء مهم جدا، كلنا بنغلط، كلنا مش انبياء ولا رسل، كلنا وارد ان احنا نطلع عن اعصابنا او نخرج عن شعورنا بسبب ضغط شغل، بسبب اي موقف، بسبب ظروف خارجيه، لكن لازم نتحلى بضبط النفس. ده شغلك، هتقابل ناس كتير. عامل النظافه او الناس الغلابه البسيطه دي احق الناس ان انت تعاملهم كويس، تعمل لهم ديسكاونت، على الاقل تتوصى بيهم، تعاملهم بابتسامه تحسسه انه مش اقل منك، لانه هو فعلا مش اقل منك. يا ريت منتظر منك فيديو تعتذر فيه وتتاسف فيه، واحنا شعب طيب بطبيعتنا، هنقبل اعتذارك وهنقبل اسفك. واتمنى ان اي حد في اي مكان لو شاف الناس ديت يتعامل معاها كويس، واحنا بطبيعتنا فعلا شعب طيب وبنتعامل كويس، ولو كان في تصرف فردي فهو ما يعبرش عن تصرف المصريين كلك، لان المصريين جدعان جدا وصحاب مواقف جميلة. طبعا في نهاية الفيديو بتمنى اولا الفيديو ده يوصل للراجل اللي هو مدير المطعم اللي عمل الوقعة دي مع الراجل ده، يتأسف له ويعتذر له ويطلب منه انه يسامحه، لانه في الاول وفي الاخر هيبقى خصمك قدام ربنا يوم القيامه. واحنا طبعا الاعمار بيد الله، فيا ريت تخليه يسامحك ويتقبل اسفك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويعوض عليه، وربنا يوفق الجميع وربنا يرزق الجميع. ودي كانت الحكايه كامله بالتفاصيل اللي حضراتكم شفتوها، وبتمنى من حضراتكم في نهاية الفيديو الدعاء للناس دي بسعة الرزق، وربنا يوفقهم ويقويهم. ولو كنت أول مرة تشوف قناتنا، بتمنى من حضرتك أو حضرتك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا معنا كل فيديوهاتنا بإذن الله. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.